فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم إنه بشرهم وقال أبشروا فلن أبخل عليكم بشيء فيه خير لكم، ولكن ولا أخشى عليكم الفقر، لأن الفقير يتواضع ويسكن وينشغل بطلب قوته، نعم، فلا يخشى عليه من الطغيان. الفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يكسب الإنسان التواضع، ويكسبه أيضا القناعة بما آتاه الله، لكن الخشية من كثرة المال. الله أكبر. من كثرة المال، لأن المال يطغي، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى فيه خطورة، الغنى فيه خطورة شديدة. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يعني وفرة المال، فإن ذلك فيه خطر، لأنه يحمل الإنسان على الطغيان، ويحمله على اتباع الشهوات، وهو الاستمتاع بالخلاق الذي حذر الله منه.